الرئيس السوري حافظ الأسد استقبل اليوم في دمشق مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية جان كلود كوسيران بحضور سفير فرنسا الجديد في سوريا شارل هنري داراغون. الرئيس الأسد كان قد تلقى مؤخرا اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي جاك شيراك حول عملية السلام في الشرق الأوسط. ورئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري الذي توقف في دمشق وهو في طريقه إلى بيروت بعد زيارته لباريس كان قد أكد بدوره لإذاعتنا بأن العلاقات بين سوريا وفرنسا هي أكثر من جيدة. هذا فيما يقوم وزير الخارجية الفرنسي إيرفي دي شارات بزيارة سوريا في إطار جولة شرق أوسطية ابتداء من السادس من الشهر القادم، علما أن فرنسا تسعى حثيثا للقيام بدور سياسي فاعل في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، وهي تحظى في هذا المسعى بدعم عربي تام. نائب الرئيس السوداني دعا اليوم الجيش إلى تحرير مدينتي كرموك وكيسان فيما حذر الرئيس حسني مبارك من مخاطر تقسيم السودان. فريد الشبشي. نائب الرئيس السوداني الزبير محمد صالح دعا القوات المسلحة إلى استعادة مدينتي كرموك وكيسان من أيدي المعارضة وقال إن السودان لن يتخلى عن المعركة قبل تحرير هاتين المدينتين، مشددا على استمرار الخرطوم في مشروعها الثقافي الإسلامي بالرغم مما أسماه بالضغوط والمؤامرات. من جهة أخرى دعت صحيفة أخبار اليوم السودانية سلطات الخرطوم إلى إعطاء فرصة لمبادرة السلام بين إريتريا والسودان والتي تقدم بها محمد عبد القاسم حاج حامد مستشار الرئيس الإريتري إسياس أفيوركي، وإن كانت الصحيفة قد نصحت بالحذر في التعامل مع هذه الوساطة حتى لا تؤخذ حكومة الخرطوم على حين غرب على حد تعبيرها. من ناحيتي حمل الرئيس المصري حسني مبارك رئيس البرلمان السوداني حسن الترابي مسؤولية جميع المصائب التي يعاني منها السودان، وفي حديث للصحافة اللبنانية تطرق مبارك إلى محاولة اغتياله في أديس أبابا العام الماضي فجدد اتهاماته لسلطات الخرطوم بهذا الصدد، وأشار إلى أن الترابي الذي ادعى جهله بكل ما يتصل بالمحاولة قد اعترف منذ أيام بأن بعض المشاركين في الجريمة قد لجأوا إلى السودان الذي لا يزال يأوي إرهابيين ويرسل بهم إلى مصر عبر الصحراء الشرقية. والكلام للرئيس المصري الذي أضاف أن نظام الخرطوم الحالي لن يدوم حيث يعاني السودان من المجاعة والانهيار الاقتصادي. حسني مبارك الذي تمنى عودة التعددية السياسية إلى السودان أكد مجددا معارضته لتقسيمه وقال إن تقسيم السودان سيولد مزيدا من العنف، والسعي إلى تقسيمه هو أكبر خطأ لأن وحدة الأراضي السودانية قال مبارك هي أهم عناصر استقرار هذه المنطقة الحساسة. من إذاعة مونتي كارلو نتابع النشرة المسائية الثانية. وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت وصلت إلى موسكو بعد ظهر اليوم في زيارة تستغرق يومين وتندرج في إطار الجولة الأوروبية الآسيوية التي تقوم بها أولبرايت وهي الأولى منذ تعيينها. عن أهداف ومحطات هذه الزيارة نستمع إلى وداد علام الدين. زيارة مادلين أولبرايت إلى موسكو تهدف إلى تأكيد الإرادة السياسية لمنظمة حلف شمال الأطلسي في التوسع شرقا وإلى محاولة التغلب على تحفظات القادة الروس في مواجهة المشاريع الأطلسية. وستلتقي الوزيرة الأمريكية التي تزور موسكو للمرة الأولى منذ توليها منصبها، تلتقي اليوم البطريرك الروسي أليكسيس الثاني ورئيس الوزراء فيكتور تشيرنوميردين ووزير الخارجية إفغاني بريماكوف، كما ستجري محادثات غدا مع الرئيس بوريس يلتسن، ومن المتوقع أن تقدم خلالها توضيحات حول اقتراحاتها الأخيرة بإنشاء قوة روسية أطلسية مشتركة على غرار القوى العاملة في البوسنة. وتأتي زيارة أولبرايت إلى العاصمة الروسية بعد 24 ساعة من زيارة نظيرها الألماني كلاوس كينكل لها، كما تتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيطالي لامبرتو ديني الموجود منذ مساء أمس في موسكو. الرئيس نيلسون مانديلا اقترح على الحكومة الزائرية وكذلك على المتمردين إجراء محادثات سلام في مدينة الكاب. حسن التليلي. دعا أمس نيلسون مانديلا رئيس جنوب إفريقيا الحكومة الزائرية والمتمردين إلى إجراء محادثات بمدينة الكاب تهدف إلى وضع حد لحالة الحرب القائمة بينهما في مناطق البلاد الشرقية. وقد شرع اليوم نائب رئيس جنوب إفريقيا في إجراء مشاورات لحمل الطرفين على القبول بمقترح مانديلا الذي يحرص على أن تفض الأزمة على أيدي الأفارقة أنفسهم وألا تتدخل قوى وأطراف غير إفريقية فيها. وكان الزائر قد رفض أمس مقترحا تقدم به وزراء خليجية كينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي ودعوا فيه إلى عقد ندوة قمة لمحاولة إيجاد تسوية للحرب الدائرة في الشرق الزائري.
أخيرا اليابان طلبت هذا اليوم من لبنان تسريع التحقيق مع الرعايا اليابانيين المعتقلين في لبنان للتحقق من انتمائهم إلى منظمة الجيش الأحمر الياباني اليسارية المتطرفة، وتعتزم طوكيو المطالبة باسترداد الموقفين إذا تأكد انتمائهم إلى الجيش الأحمر. المصادر القضائية اللبنانية في بيروت ذكرت أن التحقيق يتواصل مع المعتقلين اليابانيين ومن غير المتوقع بالأحرى التوصل إلى نتائج نهائية قبل يوم الاثنين القادم. ختاما لهذه النشرة أعود أذكركم السماعي الكرام بأبرز ما فصلناه فيها. أنظار العالم تتجه نحو بكين لمعرفة الخلف المحتمل للزعيم الراحل دينغ سياوبينغ الذي سيشيع في 25 من هذا الشهر بدون مشاركة أجنبية. مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشير إلى أن القرار المبدئي بإقامة حي يهودي جديد في القدس العربية المحتلة قد اتخذ ولم يبقى غير قرار التنفيذ. الرئيس حسني مبارك يستبعد قيام إسرائيل بحرب ضد سوريا، ووزير الإعلام السوري محمد سلمان يحذر من انهيار عملية السلام. الرئيس حافظ الأسد يستقبل في دمشق مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية. وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت توضح في موسكو للقادة الروس مضمون اقتراحها الداعي لإنشاء قوة روسية أطلسية مشتركة. بورصة باريس أقفلت اليوم على انخفاض بنسبة 0.75% ومؤشر كاك 40 تدنى بذلك إلى 2575 نقطة.